بلاتي اولا انا ماشي معاه ماشي كمامه ولا شي حاجه، غير خانه جاب لي واحد الصخرة هوت موراها من باب الدار ديالنا فيني هي هاد التينيات ومع تسم ديت الصراحه حيت هادشي باقي يا صاحبي ما باقي ما بغاش باقي ما وصلش للدروه ديالو الحالات باقي كيتزادوا وكلشي امور ماشي تحت السيطره. شوف هي اقتصاديا البلاد عتضرر، اول متضرر هو عبد ربي، وقفنا الخدمه وكذا وهادي والناس اللي كنسالو شي حاجه مابقاوش كيجاوبوني في التليفونات وكذا، ولكن خوفا على والدينا وخوفا على الناس اللي كنبغيوهم وداكشي عزيدو 15 يوم موراه عزيدونا 15 يوم شويه فهمتي غتمغلق بشي عامين عادي لازم علينا نصبروا. تحيه لزوين الباب مو الضغط الناس قصر صافي حيت حنا عندنا ما عندناش ماشي واعيه بزاف الناس صافي الناس ما حتى واحد هاد الناس كيقول لك نهار الاول قال لك ما سمعش الكمامه قال لك مار اللي عنده اللي مرض اللي عمل الوقايه زولنا ديك الكمامه قول له يا دابا عمل مقلب اخر خصهم يمشيو معنا في واحد الهضره 20 في الشهر يقول واحد الهضره هادشي ما كيعلم حتى واحد من غير الله سبحانه وتعالى. ما كرهناش على حسب الاجواء دابا رمضان وفهمتي العواشر هي دخلوا ما كرهناش نكونوا فهمتي كيما كندوزوا العواشر رمضان كيما دائما فهمتي تبع حجر الصحي قال لك حنا نتبعوا قانون ما كرهناش والله ما كرهنا هذا الوباء يزول علينا موجه دايزه وكنتمنى كلشي يرجع في اقرب الوقت نرجعوا كيما كنا ان شاء الله يهز علينا ربي هذا الوباء ان شاء الله يا ربي الحبيب. لا طبق علينا قانون كميتا حنا خرجوا كما خرجوا مواطنين كاملين حتى حنا كنعترفوا بهادشي هذا وعندنا دوريات الاحكام ديالنا وهذا واخا ما استفدنا معاهم بوالو ما كيتكامل حتى شي واحد في لوزيس ديال الدفتر عندهم ها عادي عندي بالنسبه لي والحمد لله والله يشافي جميع امه مسلمه كامله كنطلب لخوتي كاملين يتشافاو كاملين يكونوا بخير وعلى خير. انا الراي ديالي كمثال وما يديوني شي حاجه نستافد منها ونعرف كمثال انا مواطن مستافد في حياتي ومستافد من عند الدوله اللي هي كتحمينا وبزاف د الحاجات علاش انا ضايع ومش حالة دي وانا ضايع وتم قدمت الحومة كيعرفني ضايع ودايما كيشوفني بواحد شوفة ضايع يعني الضايع عموما كيشوفوا شي واحد مغير الوالدين والله لا اله الا الله. حنا ما خصنا شي مدة تزيد طوال حنا صافي خصنا هادشي يتحد نعملوا الحد هادشي ويا تزيد طوال هي زادت طوالت زادوا لنا واحد الشهر كراتويت انما حنا ما كرهناش هادشي يتعوض ونوقفوا صافي نرجعوا في اقرب وقت الحياة الطبيعية ديالنا تحركوا راه هادشي الملل بزاف والخطر على ولادنا وعلى الوالدين ديالنا وعلينا حتى حنايا لا اله الا الله وصافي المنكر هذا خير الناس حنا عندنا ماشي واعيين ما كيفهموش ما كي والو هادشي والو. انا في الحقيقه ما نكرهش نهار 20 ان شاء الله يحبس هادشي باش رمضان ان شاء الله ندوزوه عاوتاني بالانسان كيخرج كيمشي يخدم يجي للدار ديالو يمشي للمسجد ايا نتمنوا يكون الخير ان شاء الله يكون الله خير مو حنا من كنتمناو زعما مادا بينا هادشي يحبس ولا كانت شي حاجه مكتبه من عند الله حنايا المهم صابرين انسان يصبر ما عندنا ما نعملو